أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ثم مسحت عليه مثلا لصلاة الظهر ثم خلعت الشراب وأنا ما زلت على طهارتي، هل يجوز أن ألبس الشراب مرة ثانية وأمسح عليه لصلاة العصر؟ لا يا أخي، إذا خلعته انتهى المسح. لا، إذا عدت لبسه يبدأ من مدة المسح من جديد، وأما اللبس الماضي فقد انتهى بخلعه، لأنه يشترط في الحائل من الخف أو الجوارب استمرارها على الرجل إلى تمام مدة المسح. فإذا خلعتها أثناء المدة فإن المسح يبطل، فإذا لبستها تبدأ من جديد. نعم.